حضرات النظارة، أهلا وسهلا بكم. توا يجي ما نعملوش حصة ثانية في باجة، في باجة الحلوة، في بلاد الريكوتا، في بلاد الشعير والقمح، في بلاد الخيرات. يا نعم، باش نعاودوا مرة أخرى وباش نطيبوا حاجتين بنان، هي سلطة قراع بالريكوتا، والريكوتا شريناها من باجة، وباش نعملوا الفتات الباجي. الفتات الباجي هو اون دوزيام ليو معمول بالعلوش. شوفوا بعضنا في الكوجينة. ايوه، وصلنا كهربتنا حتى في الحصاد، هو ما فما ماكينه قاعده تحصد، واحنا في المنظر الحلو نتاع الحصاد والشعير والقمح. صلي على النبي في باجة. نرحب بكم ساعك وقول لكم اهلا وسهلا بكم. الحاجتين اللي باش نطيبوهم كما قلت لكم، باش نطيبوا الفتات نتاع باجة، وباش نطيبوا سلطه القرع بوتازينه بالريكوتا ونشوه. باش نبداو بالعلوش بالفتات، ومن بعد نتعداو للسلطه. باهي، نشوفوا دابور مقادير الفتات على الشاشه ونرجعوا لكم. فتات باجة، لهذا نستحقوا رطلوا نص كتلات علوش، اغصان كليل، مغرفه هريسه، زيت زيتونه، ملح وفلفل اكحل، ثلاثه سنون ثوم، نص مغرفة كركم، وملاوي كعبة ملاوي لكل شخص. شفنا مقادير الفتات على الشاشة، توا باش نتوكلوا على ربي نعملوهم. الور الفتات، انا ما نحبش نقطع العادات والتقاليد نتاع باجة، كل واحد يعملهم. انا حبيت باش نطور شويه الفتات، وعملته بالكوتلات دانيو. يجم يكون باللحم، اللحم هبره علوش، يجم يكون برشا حاجات اخرى. انا قعدت في الكوتلات، الكوتلات يتيبوا في ساعه وبالبخار وبنوا فيهم اقل شحم. احنا في قلب الفلاحه نتاع باجة، شفتوا التراكتورات المتعدين بالقمح مصلي عنبي، والحصاد نتاع التبن، بلاط التبن بحذانا موجودين، دونك في قلب الفلاحه نتاع باجة. نرجعوا للكتلات نتاعنا وللفتات. الفتات باش نملحوا الكتلات، ملحوها، حطوا شويه فلفل اكحل، الجهه الاخرى نقلبوهم، كيف فلفل اكحل وملح، ومن بعد باش نحطوهم في السحفه خاطر باش نفوحوهم اوترومون. باش ناخذوا الهريسه ونحلوا الهريسه في شويه ماء وزيت، ديما فما في الطبخ ديما فما تطور، فما تبديل في مرات في الدروسات اللي ممكن سكون ابل لا نوفيل كويزين، اللي يحاولوا الاكله في مطعم اخر يشبه الفاسون دو فير، لكن المطعم يديفير ان تي بو، يخرج على العادات والتقاليد. دونك نسقيو الكتلات نتاعنا بالهريسه هذه، نزيدوها شويه زعتر، العلوش يحب برشا الزعتر، نزيدوها شويه ثوم، وشويه كركم،
مش برشا الكركم، شو دوبلاش. هذا هو العلوش كيفاش فوحناه. العلوش أكثرية الوقت هذا هكا نخليوه شوية في يرتاح في الفريجيدير باش ياخذ المطعم تاع الفحات اللي عملناهم، نخلطوهم كل مع بعضهم، ومن بعد باش نطيبوهم هذا الكل باش يطيب بالبخار. تو تشوفوا كيفاش باش نعملوا الحكايه هذه. دونك هذايا باش تحطوه على جهه في الفريجيدير. فما انسان من باجه من هنا قاعد يعس علينا نعملوا فروسات صحيحه ولا لا. توا باش نعمروا الكسكاس نتاعنا، الكسكاس اللي باش يطيب الكتلات نتاعنا بالبخار. هذايا كليل، عروف كليل، باش نفرشوهم في قاع الكسكاس هكا. نفرشوهم هكا، شفتوا مفروشين في قاع الكسكاس موجودين. باش هذوكم بالبخار يطلعوا الفابور، والمطعم تاع الكليل يتعدى للعلوش. باه ناخذوا لي كتلات نتاعنا اللي فوحناهم ونفرشوهم فوق الكليل هكا. هذه سبيسياليتي هايلة، ها تنجم تعملوها في كل أي وقت من العام. كملوا اللي قعد في السحفة، كملوا نحطوه مع. إذا نحوصلوا الحكاية اللي هي قيدوا. فوحنا الكتلات متاعنا بالكركم، ملح، فلفل أكحل، شوية زعتر وثوم، وهريسة خلطناها، حليناها في الزيت والماء وخلطناها مع الكتلات هذية، حطيناها في الكسكاس وتحتها الكليل. وهذا باش نتعداو توا ونحطوه فوق المقفول باش نطيبوه بالبخار. إذا توا باش ناخذوا الكسكاس ونحطوه فوق المقفول. أنا ما نخبيش عليكم، زدت شوية بطاطا هكا باش تطيب مع العلوش، كمسا تعمل الجرنيتور نتاعها بطاطا طايبة بالفابور، مخصوصة رونديلات. فوالا نغطيه ونقولوا باي باي، اتو تالور. 4 دراج نص ساعة والعلوش يكون طيب. توا باش نتعداو لسلطة القرع، نشوفوا مقاديرها على الشاشة ونرجعوا لكم. سلطة قرع بالريكوتا ونشوة، لهذا نستحقوا 200 غرام قرع بوتازينة، 300 غرام ريكوتا، بصلة، 50 غرام نشوة، 20 غرام كبار، وزوز كعبات طماطم. شفنا مقادير السلطه بالقرع على الشاشه. تو باش نوريكم شنو اللي عملنا. الحاجه الاولى اللي عملناها اللي قسينا بالماكينه، بيان سور قسينا القرع جراير جراير كما تشوفوا هكا بالطول، قسيناه بالطول وحطيناه في الماء، حطيناه في الماء سخون الملح، حطيناه شويه دقيقتين ثلاثه باش يترخاو، وهكا تحصلنا على الجراير هذم اللي هما اللي باش نعبيهم بالريكوتا. هذوما باش نعملوا ديروا له بهم. تشوفوا دائما صفوهم قدامنا باش من بعد يكونوا بنان. باه توا في كل واحدة باش نحطوا شوية ريكوتا. فوالا تمام. ناخذوا شوية فلفل أكحل، مش برشا، تنجم تحطوا شوية هريسة شايحة كان تحبوا، تنجم تعملوا برشا حاجات. القرع ملحوه شوية،
وصب عليه شوية قارس. كل هذايا للمطعم. فوالا هكا. توا باش نبداو نروليو كل كعبة قراع. باش نروليهم بعضها هكا. هكا تحصلنا على قراع وتازينة محشي بالريغوتا، الريغوتا نتاع باجا. او بالريغوتا نجم نعمل برشا حاجات، برشا حاجات. ايوا هكا شفتوا القرعه ولات لينه برشا وقت حطيناها في الماء، نجم نليوه ونعملوا لها كيما نحبوا احنا. قاعدين نتبعوا فيها مو الغالب انا هم هبط عيني خاطر قاعد نشوف كيفاش الحكايه تصير، لكن يظهر لي بالكاميرا كل شيء يتشاف. وعندنا فوالا خرق العاده تربيع باه. هذوما باش نقصوا الطماطم اون رونديل. هكا باش نعمل لكم ان سول اكزومبل، ومن بعد نعملوا نحطوا شويه بصل. البصل زاد قسيناه، باردون، البصل قسيناه الكل هكا مدور، باش نحطوه فوق الطماطم ونحطوا كعبة قراع فوقه. وحضرنا دي فيلي دونشوا، لي فيلي دونشوا رولي، فيلي دونشوا رولي، وفيهم كعبة كبار من فوق. هكا تحصلنا. من بعد وقت نحطوه في صحن نصبوا عليه شوية قارص مرة أخرى وشوية زيت زيتون. هكا تحصلنا على سلطة القراع بالريغوتا ونشوا. اخر كايبات باش نحطوهم. فوالا نزيدوا شويه فلفل اكحل فوقهم. فوالا ضريبه قارس. ضريبه قارس وشويه زيت زيتونه. اي فوالا كل شيء جاهز. لور دوفر نتاعنا مصلي على النبي بالريغوتا. باش نزيدو بوربوار اخر، ضريبه اخرى تكون جوست ريغوتا وحده في الوسط. فوالا 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 هكا هو عندنا سلطتنا مصلي على النبي، حلوه برشا. هي سلطه قراع بالريغوتا ونشوة والكبار. تاكلوا بالشفاء. نعملوا طلة شنو أحواله؟ الفتات أو هايل هايل خارق العادة. العلوش سيء قريب يطيب، زل شوية وركة خليوه في عقله يمشي. وتوا باش نعملوا الجرنيتور نتاعنا اللي هي سلق. السلق خذينا غسلناه، قسينا لي برونش نتاعو باش نقصوه جويد جويد. الشيفوناد تسمى. هكا هذا الجرنيتور. باش نسخنوا الزيت في المقلة. تخدم كان بزيت زيتون راه
وهذم باش تتعجبوا باش تقولوا كيفاش الحكايه هذه مش نورمال. اما باش تعطيكم نكهه بنينه برشا باش نحطوا في الزيت هذايا شويه انشوه باش تعطي نكهه من غير ما تذوق مطعم الحوت في وسط الزيت. وتو تشوفوا الذوبك انشوه هذيك ما عادش تلقاوها. مشيوها هكا شفتها كيفاش ذابت ما عادش تلقاها، لكن الزيت خذا المطعم نتاعها. ونزيدوا شويه ثوم في وسط الزيت هذايا جوست باش ياخو المطعم كيف ننزلوا عليه شويه بالمغرفه. ها بعد ناخذوا اكل الشيفوناد نتاع السلق نحطوها تمشي هنا مع الثوم ونشوها. تولي كارنيتور بنينه برشا. هذا يعطيتكم مثال من الامثله اللي باش نمشيو على خاطر توا في الفتات ما فماش خضره. انا حطيت البطاطا وزدت انشو هذا سامحني السلق، نزيدوها سلق نملحوا شويه فلفل هكحل اي فوالا. وعندكم كارنيتور تعمل 66 كيف اللي هي السلق هذا يكفي ما نزيدوش اكثر، جوست شويه باش يترخى. والسلام عليكم. دونك احنا مازلنا كان باش نزينوا الصحنات نتاعنا وبالفتات وبال اسمها سلطه رجلناها صحيح زيناها وناكلوا بالشفاء.
هكا حضرت النظارة، حضرنا الماكل متاعنا ديما عنا نظيف، جاب حذانا يتفرج فينا وما خرجناش من باجة. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. مرحبا عايش. لو تقدم لنا روحك. من باجة أنا. مرحبا، اسم سيادتك؟ عبيدي خليل. مرحبا سي العبيدي، أهلا وسهلا. منظر الجذاب هذايا والبقرات وال والحصاد النعيم، نعيم هذا. باجة بلادي، باجة بلاد القمح، بلاد الشعير، بلاد الخير، وكل بلاد القوتة. مصلي على النبي، مصلي على النبي. عندنا كل خير. خرق العادة. وقبيليكا تعدى بحذانا تراكتور معبي، مصلي على النبي بالقمح. كل شيء مصلي ان شاء الله. وفما قاعدين يحصدوا هنا ان شاء الله. العام باهي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. صبت صبت برشا. صبت مطر ولاباس وانا نحصدوا في الخير. ان شاء الله زينة. ولاباس والحمد لله. ان شاء الله زينة يا سيدي. نرجعوا للأكلة نتاعنا اللي حضرنا، ما نسيناش الريكوتا نتاع باجة، وحضرنا السلطة بالقراع والريكوتا والنشوة اللي القراع قسيناه جويد على طول ولفيناه بالريكوتا وحطينا فوقه نشوة والكبار وحطينا تحته رنديلات طماطم وبصل وهكا سقينا بشوية قارس وشوية زيت زيتونة ملح وفلفل أكحل وتطلع سلطة بنينة بنينة برشا. تجمو تحطوا تحتها شوية خبز، تجمو تاكلوها هكا كيما العادة سلطة كهو باش ما نكثروش على خاطر متعرف في رمضان واحد يتقال بالحمص ولا بالعجين يولي ملول جيعان وياكل ياكل ياكل ومن بعد يشد كرشه ويقول كرشي. يلزم حوايج خفيفة بالطبيعة. يلزم حاجة خفيفة، يلزم يلزم برشا خضر، يلزم اللحم بيسير ولا حوت ولا دجاج، يلزم الغلة، يلزم يكون واحد راوي على خاطر نهار كامل ما يشربش، يلزمه يروى أو تبارك الله حتى من الفرزاز ونحل دار بينا. إن شاء الله ما يقرصناش بركة. لا لا بيس لا. من جهة أخرى ما نسيناش عملنا أكلة متاع باجة اللي هو هي الفتات، لكن الفتات بطريقتي أنا. الفتات ديما الكوتات علوش هما نورمالمون طروف الحم نتاع علوش يطيبوهم بالبخار بالكليل. انا طيبت كتلات علوش بالبخار، زدتهم البطاطا مفوره زاده مع العلوش وحطيت السلق، عملناه في شويه ثوم وشويه زيت زيتونه وحطيناه تحت الكتلات. فما خضره موجوده في الواحد ناقص الملاوي. الملاوي هذوكم اللي يمشيوا مع الفتات هذيا هما الملاوي. يظهر لي في عاداتكم وتقاليدكم هنا شنو الحاجات اللي تشق عليهم الفترة؟ فما حاجات ما بيصير واحد يشرب شرب ماء من الأول، لكن ما عرفش تاخذوا شي البند، تشربوا شي البند، تشربوا شي حاجة معناها مشتقات الحليب. أول حاجة أول حاجة مشتقات الحليب. فما برشا البن، القوتة، عندكم برشا جبونات. أي جبونات، جبونات كل أنواع جبونات موجودة. وبيان سور في السهرية فما المخارق، يا عيني على المخارق. أكيد المخارق. كويس تاي وقهوة. حاجة حلوة موت. هاي شيء خارق العادة. إذا هكا كملنا مع باجة، إن شاء الله متساكني باجة فرحانين بنا ورحبوا بنا من اللي جينا لهنا وهم يجيوا يطلوا علينا ويرحبوا بنا. بارك الله فيهم ونشكرهم برشا برشا. مرحبا بكم. وان شاء الله وان شاء الله الاكله اللي قدمناها للساده النظاره عجبتهم، وان شاء الله عجبتك على خاطر سيدنا الكريكتك. لا 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 عجبتك. لا تو قبل شغل الفتره. حاجه ممتازه. يعيشك بارك الله فيك. اذا انا باش نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله في نفس الوقت. نقول لكم شهية طيبة، وشهية طيبة لك أنت والجمهور الكل. ونقولوا كما العادة والعوايد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.